سمعت شيخا يقول لا يجوز ختم القرآن في أقل من 7 أيام، هل هذا صحيح؟ لا يجوز ختم القرآن في أقل من 7 أيام. لا، من ناحية الجواز يجوز، لكن من ناحية الأفضلية امتثل حديث الرسول لعبد الله بن عمرو، اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، بيد أن هذا الحديث فيه رواية اقرأه في 3 ولا تزد على ذلك، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، ورد برواية أخرى اقرأه في 3 ولا تزد على ذلك.